مدرستي مدرسة شرعية كان بكل المدرسة اللي حافظات لكتاب الله 4 أو 5. الآن مئات في كل مكان. بديش نوقفكم على المطالعة لأن إن شاء الله بدنا تخلص دورة القرآن وتضل المطالعة ما تقدر تقدر تعدي بدون كتاب. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يلا ما تخافي. أنا بدي أروح على الجامعة بس يعني نحن بهلأ بمجتمعنا يعني نحن الوحدة أول ما تصير 11 بكالوري ضغري بخطبوها. For girls, it's very important to learn what is in Quran because if you don't really know, you are going to be misled. وجعل النبي صلى الله عليه وسلم صلاة المرأة في بيتها خير من صلاتها في مسجدها. المسلمين نفسهم أصبحوا يحرمون المرأة من كل شيء من حق العلم والتعليم، لكن هذا جهل ليس من الدين يعني في شيء على الإطلاق. هل يحق للمرأة أن تستلم رئاسة الجمهورية شرعاً؟ يحق. هي داعي بس مو معنى ذلك أنه يعني كمان هي ما تعرف واجباتها. أنا إنسانة من هالناس بتعب وبيجي عبالي أشتغل وما بيجي عبالي أشتغل، بس نحكوا علي كداعي نحن لقيتها يعني ما كنت تربح، ولو هذا الشيء كلفني أحيانا كل الليل في سبيل أنا أمين. المجتمع اللي نحن عايشين فيه عم يتغير، كيف الإسلام بيخلينا فعلا نتأقلم ونصير عايشين بهذا المجتمع بطريقة صحيحة.